السلام عليكم، هذا بودكاست الاخ خويا حسن فلان، عفوا خويا خالد فلان، اللي هو جينا الحضور ديالو على حضور الديوان ديالو. وكنشكرو بزاف وكنتمنى الناس الموفقه، وربنا يكون حفظك. قرب انت يا هان بلا حدود في كل مكان. السلام عليكم، اليوم اخاف عليك من صاحبي وحبيبي اشرف وعلي، غنكون معاه ان شاء الله في الحفله اللي تعملوا ان شاء الله. جميله كنقول لك راك عزيز رائعه وغادي تكون ديال ديالك وغادي توعدك ان شاء الله. هذه كما كنقولوا لقاء اليوم زوين، انت ملاك سيدتي وتنحاكي الجميع، الله يسلمك وانا عبدك ومولاك. شكرا تو الله.